لو هنتكلم عن تطوير المحافظات المصرية بشكل عام، يبقى هنتكلم عن المبادرة الأهم في المحافظات المصرية وفي القرى الأكثر احتياجا بداخل هذه المحافظات، هي مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة لو احنا بنتكلم في بناء الإنسان وبنتكلم على فكرة التوازي بالارتقاء بحياة المواطن المصري في الريف والقرى الأكثر احتياجا، يبقى احنا بنتكلم عن الهدف الأولوي أو الاستراتيجي اللي بتسعى ليه بلدنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله. هنروح مثلا لمحافظة الشرقية بالتحديد بمركز الحسينية، فريق حياة كريمة تابع عدد من مشروعات المؤسسة اللي بتتم في أكتر من قطاع في المركز. كان من أهم هذه الأهداف أو الإنجازات اللي تمت فيها تبطين ترعة صان السمعنة وإنشاء مركز شباب قصاصين الشرق ومركز شباب قرية قهبونة، ويا رب أكون بنطقهم صح يعني عشان أهل طبعا الشرقية أكيد يعني عارفين أكتر وأدرى أكتر باللكنة أو اللهجة. كمان الوحدة البيطرية اللي هناك ومركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سعود واللي تم الانتهاء منهم جميعا. طب احنا عايزين نتكلم أكتر في الموضوع ده وخاصة في محافظة الشرقية، معانا الدكتور أسامة عبد القادر منسق حياة كريمة بشمال الشرقية. دكتور أسامة تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره ايه. اهلا وسهلا بحضرتك. موقف المشروعات التابعه لحياه كريمه في المحافظه وصلت لحد فين، ونسب الانجاز فيها والتنفيذ فيها وصل لحد فين؟ خلينا اقول لحضرتك ببساطه شديده، طبعا مركز الحسينيه من المراكز اللي داخله في المبادره في المرحله الاولى. المركز طبعا الحسينيه بطبيعه الحال مركز كبير، يعتبر من اكبر مراكز المحافظه، يحتوي على 41 قريه، أكثر من 750 تابع. فطبعا حجم المشروعات في الحسينية اللي اتعملت أو اللي هتتنفذ في الفترة اللي احنا موجود فيها حاليا حقق حقيقي طفرة كبيرة جدا عند المواطنين في الحسينية. فلو احنا هنتكلم على إجمالي عدد المشروعات، عدد المشروعات تخطى ال 860 مشروع. يعني احنا عندنا ببساطة شديدة في كل وحدة محلية مجمع خدمات. فطبعا مجمع خدمات ده بالنسبه للناس طفره كبيره جدا. كان زمان المواطن يقدر يعني يروح ليخلص اي مصلحه حكوميه او اي مستخرج حكومي او اي ورق حكومي بيروح المدينه. النهارده لا، يقدر يخلصه من مجمع المصالح الحكوميه على سبيل المثال يعني. حضرتك ممكن بقى تقيس على ذلك بقيه الخدمات. يعني احنا الحمد لله كمبادره حياه كريمه شغاله في قطاعات كثيره جدا. عندنا قطاع الابنيه التعليميه، طبعا كان برضو مركز الحسينيه بيعاني من كثافه سكانيه، كثافه طلابيه في الفصول كبيره جدا. النهارده احنا عندنا 107 مشروع في هيئه الابنيه التعليميه ما بين انشاء جديد وما بين توسعه، فبالتالي ده هدفه ان هو يقلل الكثافه الطلابيه في العام الدراسي الجديد. الدراسي الجديد اللي هو اللي جاي ده ان شاء الله؟ اللي جاي ده ان شاء الله باذن الله. نسبه الانجاز في القطاع ده بس لوحده يتخطى ال 95%. الأهالي متفاعلين بقى إزاي مع كل هذه النسب في التنفيذ والإنجازات اللي تمت على الأرض؟ طبعا هي طفرة زي ما قلت لسيادتك في بداية الحوار. يعني هو النهاردة الأهالي بقوا يعني شايفين حاجات على الأرض ملموسة، مباني وفروح ما كانتش موجودة قبل كده. تمام. ببساطة شديدة برضو أبسط حاجة أو أبسط خدمة عادت على الأهالي سريعا وبدأت الأهالي تحس بالأثر بتاعها، الغاز الطبيعي. ما كانش في الحسبان ان اهالي القريه يكون عندهم غاز في المرحله او في الفتره اللي احنا فيها. النهارده لا، ما بقاش في اسطوانات الغاز، بقى كله غاز طبيعي. كذلك برضو مجال الاتصالات بقت اسلاك الفايبر او النت. فالحياه بقت في الريف اسهل يعني عن زمان. فهم طبعا لا، الانطباع هم حاسين ده بالخدمات اللي بتعود عليهم. الخدمات دي تمت بناء على التقييم او قياس النواقص اللي موجوده في هذه القرى، ولا تمت بناء على المطالب الخاصه بالاهالي اللي عايشين في القرى دي؟ تمام يا فندم. هو في البدايه طبعا قبل ما المشاريع دي تبقى يعني تاخد حيز التنفيذ، احنا كان في حاجه اسمها لقاءات مجتمعيه. يعني اجتمعنا مع اهالي كل قريه من القرى الموجوده في الحسينيه، وبدانا نقف على الاحتياجات او المتطلبات اللي هم عايزينها. فكانت اساسيا المتطلبات زي طبعا كثافه الفصول الموجوده عندهم، المدارس البعيده عن نطاق السكن اللي هم ساكنين فيه،
كذلك برضو الصرف والغاز والطرق. فكان في طلبات أساسية ليهم بدأنا نحصرها، وبدأنا نشوف إيه اللي يقدر يتعمل ويقدر يتنفذ، وبالفعل اتنفذ معظم الطلبات اللي هم كانوا يعني طلبوها. يعني القوافل الطبية، احنا يمكن يعني خلال الحلقة كنا عمالين نغطي أكتر على القوافل الطبية اللي بتتم في محافظات ومدن الصعيد المختلفة. الشرقية بقى أخبارها إيه في فكرة حياة كريمة بالتوازي مع تنفيذ يعني القوافل الطبية المنتشرة فيها؟ تمام. هو القوافل الطبية هو طبعا بروتوكول تعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة وما بين احنا عندنا بروتوكول تعاون بين المؤسسة والجامعات المصرية متمثلة في المستشفيات الجامعية بمعنى أصح. فبنقدر نقدم خدمات علاجية للأكثر احتياجا أو المترددين يعني على المؤسسة إن هم محتاجين خدمة علاجية ما. وعندنا القوافل الطبية طبعا بتتم بالتنسيق مع وزارة الصحة. بتتم طبعا قوافل طبية كشراكة بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المختلفة يعني، وبيتم طبعا عمل عمليات يعني كل التخصصات بمعنى أصح. طيب لو احنا، حضرتك اكيد عارف يا دكتور أسامة ان حياة كريمة مش بتستهدف فكرة تطوير العمران او تطوير البنى التحتية فقط من المية او حتى المعمار نفسه في السكن او الكلام ده كله، لا بتستهدف كمان تنمية المهارات الفردية بالنسبة للأطفال او لسه النشأ اللي بيتولد وبيشوف القرى بتاعته دي اتطورت بشكل كبير. ايه الخدمات اللي خاصه بيبقى تنميه الانسان او تنميه عقل الانسان، سواء كانت رياضه، سواء كانت فن، سواء كانت حتى في الاهتمام بالهويه الدينيه ليه والهويه البصريه والهويه السمعيه، ايه اللي بيحصل في الكلام ده؟ هو طبعا يعني زي ما حضرتك قلت فعلا، احنا لما يبقى في عمران وفي طفره موجوده في القريه لازم يكون في عقل يفكر ويحسن المعامله مع هذه الامكانيات او التطورات اللي حصلت عنده. كانت حياه كريمه بتبص ان هي تطور العقل البشري او تطور الهويه في القريه. فطبعا اول حاجه لو هنتكلم على، كان في برضو يعني زي شراكه بين المجلس القومي للمراه ومؤسسه حياه كريمه، بتتم على طول في كل قرى حياه كريمه حملات توعيه. توعيه بايه بقى بالظبط؟ هل مثلا زياده سكانيه؟ هل في بعض القضايا المختلفه؟ طبعا بالظبط، السيدات بالزياده السكانيه طبعا في المقام الاول. لان طبعا الزياده السكانيه بتاكل كل الانتاج اللي حضرتك ممكن يعني تجيه بعد كده. فطبعا بيبقى في طبعا حملات توعيه باستمرار. عندنا مين اللي بيقوم بيها تحديدا؟ يعني طبعا اكيد عارف الزياده السكانيه مرتبطه ازاي بالثقافه في مع اهلنا في القرى. هو طبعا بتبقى شراكه بين مؤسسه حياه كريمه والجهات المختلفه متمثله في المجلس القومي للمراه ووزاره الثقافه. عندنا برضو مشروع المكتبات المتنقله او الـ او الـ او الايفنت او المسرح العرائس اللي بيتم للاطفال. يعني احنا بنبدا بنشتغل على كل القطاعات من اول النشأ حتى الـ الناس الاكثر سنا، الاكبر سنا. عظيم. فاحنا ماشيين في كل القطاعات. يعني احنا عندنا كمؤسسه حياه كريمه دايما متواجدين مع وزاره الثقافه مجلس قومي المراه، بحيث نبدا نرفع وعي المواطن في القريه من حيث تحديد النسل، من حيث الانتاج يعني يزود انتاجيته ازاي، نقدر نساعدهم ان هم ازاي يعني يشوفوا ايه المتميز عندهم كحرفه معينه نقدر نشجعهم او نساعدهم ان هم يشتغلوا فيها وهكذا. دكتور أسامة أنا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور أسامة عبد القادر منسق حياة كريمة بشمال الشرقية تحديدا، بشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل والمعلومات.